عرفت مسار العدالة الانتقالية أربع مسارات مهمة. هذه المسارات يمكن أن نلخصها فيما يلي: مرسوم العفو العام الذي صدر في فبراير شباط 2011، وهو المرسوم الذي به بدأ مسار العدالة الانتقالية، ثم قانون الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية، هذا القانون الذي صادق عليه في المجلس التأسيسي في يونيو حزيران 2012، والذي يسمح بالانتداب المباشر لضحايا الاستبداد والمساجين السياسيين أو لأبنائهم أو لزوجاتهم في الوظيفة العمومية. ثم المسار الثالث هو قانون العدالة الانتقالية الذي صدق عليه في المجلس التأسيسي في ديسمبر كانون الأول 2013، وهذا القانون العدالة الانتقالية هو يعتبر دشن بشكل عملي مسار العدالة الانتقالية مقننا ومدسترا. ثم نأتي إلى المسار الرابع، وهو مسار غير منفصل عن قانون العدالة الانتقالية، تأسيس وتكوين هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر كانون الأول 2013. هذه أهم أربع مسارات لقانون أو لمسار العدالة الانتقالية في تونس. معنا عبر الهاتف من تونس سيدة حياة الورتاني، عضو المكتب التنفيذي لهيئة الحقيقة والكرامة. أهلا بك عفوا سيدة حياة. أهلا بك وكل متابعي قناة الحوار. سيدة حياة، يعني نحن ست سنوات بعد صدور مرسوم العفو العام في فبراير شباط 2011، ولا زال إلى الآن السجين السياسي ومن تعرض لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة مما شملهم السجن لا زالوا إلى الآن تقريبا لم يغادروا المربع الأول الذي كانوا فيه بعد ترميم بعض الوضعيات. هل اليوم العمل تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة يمكن أن يكون عملا مساندا لتفعيل هذا المرسوم، أم هو عمل منفصل عن تفعيل المرسوم؟ هو في الحقيقة المرسوم عدد واحد لتعتشي في 2011 كما ترى بالتاريخ، هو مرسوم جاء سنوات قبل أحداث الهيئة وحتى قبل القانون عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية. المرسوم هذا جاء فيه بعض منتك للقرارات، منها تشغيل المتمتعين بالعفو العام وامكانيات التعويض لهم. يعني وقت جاء المرسوم هذا تكفلت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتفعيل المرسوم عن طريق لجنة استشارية. الإشكال أنه هناك بعض الضحايا الذين تمتعوا ببعض الامتيازات مثل التشغيل أو إعادة التشغيل ومبلغ مالي كتدفق على الضرر ب 6000 دينار، لكن بقي العديد من الضحايا لم يتمتعوا لا بالرجوع إلى العمل ولا بهذه الصفقة. في 2000 فيفري أيضا 2016 وقع إدراج اللجنة الاستشارية التي كانت تشرف عليها وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بموجب أمر عدد 446 لسنة 2016، وهو أمر مؤرخ في 8 أبريل 2016 للنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية، وهو ما يوازي تقريبا 6000 دينار التي تم تمتيع بعض ضحايا منها عن طريق وزارة العدالة الانتقالية. بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة، بالضبط هذا ما نريد أن نسألك عنه سيدة حياة. بعد إذنك سيدة حياة، حبيت نعطيك لمحة تقريبا على المرسوم هذاك وكيفية التقاطعات بين هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل مسار وتفعيل مرسوم العفو العام. هل هذه التقاطعات يمكن تكون تقاطعات تسند عمل هيئة الحقيقة والكرامة أم هي مختلفة وبعيدة عنها؟ هو في الأصل هيئة الحقيقة والكرامة هي التي هي المسؤولة بالأساس عن جبر الضرر لكل ضحايا الانتهاكات حقوق الإنسان سواء المتمتعين بالعفو العام أو الضحايا الآخرين الذين وقعت انتهاكات حقوقهم. يعني الضحايا المتمتعين بالعفو العام هم من الضحايا المشمولين بعمل الهيئة. عمل الهيئة هي أنها عندها جزئين من العمل، هناك جبر الضرر العاجل أو ما نسميه بالعناية الفورية العاجلة وهو ما تقوم به الهيئة، ولكن ليس في شكل تعويضات مادية
بل في شكل عناية فورية وبعض المساعدات المالية التي تمدها للضحايا، سواء المتمتعين بالعفو العام أو غيرهم من الضحايا. بالنسبة لجبر الضرر الشامل، وهو ما معني به كل الضحايا منهم المتمتعين بالعفو التشريعي العام، هذا البرنامج الشامل هو من مسؤولية الهيئة، والهيئة هي بصدد إعداد هذا البرنامج وقد مشت خطوة كبيرة فيه، لكن بقي أنه هذا البرنامج الهيئة مسؤولة على البرنامج وليست مسؤولة عن التعويضات. طيب سيدة حياة، سؤال أخير. سيدة حياة، سؤال الأخير. اليوم هناك احتجاج وهناك تحفظ وهناك انتقاد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة، والعديد من الضحايا الذي يشملهم مرسوم العفو العام يرون بأن هيئة الحقيقة والكرامة ليست يعني نشطة ولم تدعم بقوة مسألة جبر الضرر، وتوجد لها ما اليوم صندوق الكرامة أين هو اليوم، الدفع مع بعض الوزارات ببعض الملفات أيضا هناك بطء وأحيانا لا يتعاطوا بجدية مع مثل هذه الملفات، خاصة الملفات الإنسانية والملفات الصحية. كيف يمكن اليوم أن نقدم إجابات تشفي غليل ضحايا من يشملهم مرسوم العفو العام؟ والله بالنسبة للضحايا، وهذا عن تكليف لكل الضحايا، الهيئة هي تساند كل الضحايا في كل مماراتهم، والهيئة تتفهم تشكيات الضحايا لأن الضحايا ينتظرون منذ 6 سنوات، وهذا مفهوم، يعني الهيئة تتفهم الضحايا. لكن الإشكال أن صندوق الكرامة حسب القانون يحدث بأمر، والأمر هذا يجب أن يصدر عن رئاسة الحكومة وليس عن الهيئة. الهيئة دورها هو استشاري، ممكن أن تبدي رأيها في الأمر الذي أو المشروع الأمر الذي تقدمت به رئاسة الحكومة، ولكن الهيئة ليست لها سلطة القرار. القرار هو الأمر بالقانون، هي رئاسة الحكومة من يبدي. إذن هناك طرف آخر، يمسك الملف معكم، هو الحكومة أو الوزارات المتداخلة في هذا الملف. شكرا لك سيدة حياة الورتاني عن هيئة الحقيقة والكرامة، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا لك.